أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم وحن قجرنا كتابك تصفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وحن أخرنا عشركي تمنات الشيخ وحكب الله ويا عوانك ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها وهل كان مركو نصو الشيخ الشيخ سلاتي وترك جنازتي وحلو أخرنا مركو صو الشيخ أيوه هل كان وحو أقود بمسألة كالأو ترتيل القراءة قرآن كأوفا أخرنا سلاة هي قرآن كأقود أهام با وحالة دونيا إلا ترتيليو oo tartiilka macnahiisu wuxuu yahay in aan la degdegin aan la boobsiinin aan badiina laga dhigin mid oo gaaban oo macnaha oo caajis ah iyo mid degdeg ah in la diido oo hada iyo xaliiraha ajala wa kana sallallahu alayhi wa sallam nabiga alayhi salatu wasalam wuxuu ahaa u leeyahay kama amara allah ta'ala ilahi sidu quraanku u amray in waratil quraana tartiilan la yiri كان وحوها النبي عليه الصلاة والسلام يرتل مترتيلية وأن بوبسينين وأن عليس وحكو جراء عرب قالوا عن أن لهين ترتيلة ساسو ترتيلنا النبي عليه الصلاة والسلام مركب سيسي فسر شيخ التفسير كحور لا هذا ولا عجلة نقدك نكمو جر توجيري قابس نكمو جراء تاسو ترتيلك ما نعيس بل قراءة وحيهيت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام مفسرة ميت كلبح بحسن وعط وحرفا حرفا ميت بيان وحرف حرف أي هيدو اللي سيدي حديث النبي عليه الصلاة والسلام قصة عرورتي حديث أبو داود غير كيس يصور هنا جروسها حرف حرف نوها حتى كان وحوها النبي عليه الصلاة والسلام يرتل الصورة صورة ترتيلك أسمينا يسيد آير آير كل جو جنايو حتى تكون أطول من أطول منها suuradan oo suurada kala ka dheer ayay waxay noqonaysaa iyada inay ka dheer tahay halkaas waxa arkaysa marka suurada gaaban naftigeed hadii ayar loo akhriyo oo si wanaagsan loo akhriyo dadku waa la dheeraanaysa suur dheer ay noqonaysaa ula jeeda wa kana yaqul wuxuu dhigay jir nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam yuqalu li saahibi alquraani ninka quraanka saahibi alquraan ha quraanka bartay ama quraanka akhriyo saahib waa ninka la saahibo waa quraanka la saahibo ama hala saahibo xifdi ahaan ha kula saahibo أما كل حس صاحب القراءة هانو صعد بمالين ما دع قرح إلا قرآن أخري ما هني قفك الصحبة وحالي رأى مركز قفك مركز سجوكتان صاحبتي وبنيه إسلام مرك لها يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته صاحبته وحال الجدان حاس كيسة معي إذا مركز لجوكته وتاس مرك حلي يقال وحال وله يوم القيامة لصالح القرآن صاحب القرآن إنك قرآنك صاحب أها ومركز صحبك لك وصاحبك الآن سمي اسمه قرآنك لا صاحبي وحل لي اقرا اخري وارتقي كر جنده ماشي درجه كلك كر ورتل قرانك ترتيلي كما كنت ساوي ترتل في الدنيا سيده قرانك اير اير واخري جرتي وان بوبسيس كان هين او حروفتي سي مقارشتي سا الى لجرتي ترتيلك كاس نو سو غليا ايال لي هي واخري الدنيا سدا واخري جرتي ما هي له فان منزلتك منزلك مكانك دغ انت هذه ماشي ادغيسي عند آخر آية تقرأها آخر آية وقدنا بس آخر ست ماشي ذاك جوك سنيسة أيال جو جنية سأل درادت قيامها مركة درجات قرانك ننكي قرانك برتا درجة أهجارة جنة أهل كانك عدين يسا درجوه يبانا سوء أروري لكن تانو حكمتها هاي إنو منين بننكو كو قران آخر ست بدنيا هاي أما آخر ست كحفظي ست بدنيا هاي إنو نقنا هاي ننكو 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 درجات كوريسو يقرأ وارتقي اللي مركز أقري كر نهر أسي كر معنا وكان وحوها النبي عليه الصلاة والسلام يمد مد ديري قراءته قراءتك مدك كجر عند حروف المد حروف تمدك مركي اتي ماذا النبي عليه الصلاة والسلام مدك وديري جري مدك حد كي سوى إلا أفر إلا اللح والجيدي كراء مثلا بسم الله الرحمن الرحيم نضيد مثال كاسو كان شيخ ويمد الرحمن الرحمن ويمد الرحيم الرحيم نضيد أساسه كلا لقاء يجري وكان وحوها صفات كيسك النبي عليه السلام مركو صلاة كجرو
يقف مد استاغ على رؤوس الآية مضح آيات آيات كسوسا كما سبق بيان سيان أوشيغني. بسم الله الرحمن الرحيم آية دمات الرحمن الرحيم آية كال مالك يوم الدين وحاس آية كال دمات ساسو كال آية آية دول استاغ النبي عليه الصلاة والسلام دول استاغ وآية اسكم حرين معنا. وكان أحيانا المركة غاركودنا يرجع صوته صوت كيسا حوما ليسا إنو صونق نقنايو ترجع صوته حالي لمركي آتميل أو هول أكو جرتيد أما ميل بورا أجوكتيد مركة هذا شيء هذا الكوكوص ونقنا يعني ترجع على لها أو مركة أضغط هاي عمل قفص عم هذا الكوص ونقنا ساسوك هلا أيوة ها يرجع صوته كما فعل سيدو سمي النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة ما نكي مكة لفوراي وهو على ناقته أصغو أو كيس سارا هشي سارا أي قرآن أخريي يقرأ سورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبين أخريي مركز قراءته لينا قراءته سادي يقول العسنات وقد حقا عبد الله ابن مقفل كشي كي ترجيعه وحول النبي عليه الصلاة والسلام آيات حتى من قصو أخرين آيو مرمر وإن قصو نقيس أو ملي ساسيد هكذا عمل هذا القصو نقنا يا سيدي ميل هول أما ميل دبول حرن أكو جرس دو كالي ساسو أسو علنا يتاس مركز نقنا قشادة سيدي أذنه وحكتي ماذا وحكتي ماذا إن حروفته ومعرك معنى سيد لو دواقه اي لوكي اي كومانيسا نعم. وكان وحوها نبي عليه الصلاه والسلام امر مد امره بتحسين الصوت ان القرحي صوتك بالقران قرانك لو قرحيو وفيقول وحكى سقنا هذا حديث ودها النبي عليه الصلاه زين قرحيه القران قرانك قرحي باصواتكم صوتك انك قرحيه وصوت في عنك اخريه محي لو ليه في ان صوت الحسن صوتك وناكسن يزيد القران حسنا وناك قرحه زيادنا يا صوتك وناكسن. ويقول وحده النبي عليه الصلاه والسلام ان من احسن الناس صوتا بالقران نك وناكسن ان من احسن الناس ذاتك وناكسن صوتا صوت اهان بالقران اخرجت قرانك نك وناكسن الذي كيوا اذا سمعتموه داد مقشان يقرا اخرنا داد مقشان حسبتموه ان حسابتين اما ام ليسين يخشى الله ان الهك عبصناي مرك قرحنت صوت كلك وحلاكسا ماها كليه إن عد لما عيكري وتدبر كجرو مركو قف قرآن كنت تدبره وقشوعة مركو عليه مركو قشوع ذا نشق إله عبسيز زا مركو عليه مركو نك ونيجو ناكسن صوت قرآنك وحوار كان هداد مقشان أسده سانو ينك إله كعبس ضافيري صو إله وعبسنا معناه سيدو قرآن كود تدبره وقشوع مركو تحسين كصوتك قراءة صوت أو أفكا كصوت قرآن كليم ما هني وتدبر بالقرآن ومعناه مركو معنا قفك وقشوعة مركو قفك أغرنا نفتي سو قشوعة نعم. وكان وحو نبي عليه السلام يأمره هذا منو أمره بتغني إن لقول لقبي أو معناه لقول هيس وهيس تغني غناقة غناقة مركز تدتك وأسكو خلدان حكم القناعة مركز لقى غناقة موسيقى وتأصل لكن موسيقى الآن والله كرا غني قفكم مركو أسك قبي حتى غني غناء والله كرا وهذا مركو نغمة وياله نغمة وحكس ونغمة له غناء لها مركو حوله نغمة وياله ومعناها كان يأمره بتغني إن نغمة له يال بالقرآن فيقول وحلاي تعلموا كتاب الله إلهي كتاب كي سبرت قرآن كبرت وتعاهدوه لازمة واقتنوه حفظة وتغنوا به وكسا قناء كصمايا نعم فوالذي نفسي بيده أن قد أرتي إلهي كعنتي إذا نفتي إذا كعنتي تكجرت أن قد أرتي لهو قرآنك أشد تفلتا وكبحثت أقيهي من المخاذ في العقال نفك هشاء ومشاء ومخاذ حليرا لليسو وفوشا هايسو او ان دبر لو خيرين في العقل عقل وخا لا جيده دبر كو عقال ومانا ان دبر لو خيرين سو سي اوفك اوغتahay لين هوشاز مقاضه هاي حنونه هاي وافكه هدا لا دبرين ملك لي العريسا مرك هدا لا دبرين ساس عمل سي وبحث بدنته اورك وبحث بدنته اما هشا سي وبحث بدنته قران كان كاغ بحثنا يا قران كتعهد كسمايه لازمه قراءتي سبديه ومركزته قاصدا ضد كحفظان قرآن كهدي ورد أي سمايسانين وحي أخرستان أي سمايسان قرآن كوكفكا لابط وكتجا نعم قرآن كمركو فكنا أولي أنت حفظان تاعي تعهد السماوي لازم مركزته وإلالي شاسلة لجيدة نعم. ويقول وحكى لك سقناه إنه النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا أن نجمد معها من لم يتغنى بالقرآن كأن قرآن كغنو كسمايين وأن هجاجين وأن مخارجتي سلالين وأحكامتي سلالين كاس وتغني لوشي جاي كاس حلي أنا جن جميد مها ويقول وحلي جنبه عليه الصلاة والسلام ما أذن الله إلهي مضل بن إنه مغلو لشيء شيء إنه مغلو ما أذن وكأذن كإذنه سؤود ضل بن إنه مغلو حسن صوتي
كأذبه للنبيها إنه النبي كده جيسته حسن الصوتي صوت ونكسن وفي لفظ حكسن حسر ترنيم ترنم من وحلها صوت ونكسن أصلا يتغنى وغنيذ وصمينا أن غنى بالقرآن يشهر به أن قرأ غاضي هل قصد معك فهمي سامركا إلهي سبحانه وتعالى وحو مقلا وحو وجعلي هوا ساسو معنى هذا وحكى إلا وحو أمري إنه مقلا قف صوت معان أما النبي قرآن أخرنا يو صوت كي سمعي هو وقرأ غاضي إلهي سبحانه وتعالى وجعلي إنه رجي استوى معنى هذا وقال وحكوير النبي عليه السلام لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه أبي موسى الأشعري وحكوير أصدق معنى قرآن أخرنا أيو قذاشي سو استاغاليري مركز وحكوير مركو قرآن كدمي لو رأيتني هذا أركي لهذا أبي موسى وأنا أستمع لقراءتك البارحة شلي قراءة الأخرني أنا أقول لكي سنايو لقد أوتيت حلوزي مزمارا من مزامير آل داود نبدأ أود صوت كيس مع مركا آل داود لقم هذا داود نفتكي سوا نبدأ أود عاد صوت كيس مع ليري مركو حويرو حلوزي يويري مزمار من مزامير معناها مزمار كحلوزي ذو حسن صوتي صوت وعن وصوتك وناكسن ونبي آل داود أي لقسي مركز أبو موسى وحوير شلي فقال أبو موسى وجه وحوير لو علمت هدان أقالها مكانك إن أذي قدال إيقا داوانا يسوق ميل أجوكت دا أقالها لحبرت لك تحبيرا وير وعدك كو معي لها أتبا تحبير كو سوكو تولي لها معناها قعد في عن هدان أقالها أذينا إيقا سنيس سا شلي إيقا سنيس كدرنا وآخر لها وعمانها نعم لحبرت لك تحبيرا وكو تولي لها وير وصوت معانك إيقا لها تحبيرا معان شيخ مركو أنت هتكسوها هدلي أيوه هدنا مسألة كلا قالي أو أه مسألة كلا أو أه إمام كهدو قلت قال القرآن كهدو قلت كو قالوا ملو فرك را ها الفتح على الإمام عوانه كغدي الفتح على الإمام حوا إمام كهدي و أسوى قرآن كأيد يك رمي كرتا أيد يك استاي كرتا أيد يك قلوا عن كرتا فرتان ملو فرك را ها وصلنا نبي وحو جذي الفتح إن لو فر على الإمام إمام ك إذا لبست عليه القراءة هذه قراءة إذا كان أحضر صنطو تلبيس وكذا دعو قراءة إذا كان أحضر صنطو إن لو فري كرو لو صحي كرو فقد صلى نبي قبل صح وكان هذا كوكينيا فقد صلى واتجي نبي عليه السلام صلاة فقرأ فيها قرآن أخري فلبس عليه نبي قاسم رك آية ديك استاكتي وحي أسكو أسكا نحضر صنع حي قرآن كمتشابهات نولية آية بدون أسكو إيكو أسكو صنع غنى يجرى فلما انصرف النبي عليه السلام مركو كب حي قال وحي كوير أبي ابن كعب أركي أبي نن حافظ قرآن كوها والنبي عليه الصلاة والسلام لن عدك لو قدم بيه مركها سوء قرانك مركها سوء حكويري وبيو أسليت معنا منلتو كتور شلي هذيك ما انت هذا مركها قرانك يستاقى منلتو كتي قال وحور نعم ها وكلتو كتور النبي عليه الصلاة والسلام قال وحوري فما منعك محاكا الرابع أن تفتح علي إن إيتو سيسد آهي دا إيساحديد محاكا الرابع مركا حديثك مع الوصول دليس دا إن لو فريكرو ولذلك إن حالاتك ان لوغو فراي امامكا لبا حالي علمدا حالاد او كلا قادان 3 الى 3 حاله اي غارسيان حالته كواد waxaa way maamumka gadaashiisa joogina u furo waa mashruuc wey qara waxay ku leeyihiin in salaadun waa saxiix salaad wax mu dhimeeso waxay yiraahdeen sidoo kale waxa la ninka loo furay laga toosinaa maxay yihiin markoo هديتا وحي أركانتي فاتح أركانتي صلاة وفاتح هذا فاتح هذا ضوء قل ضوء وحلي هذا هاي وقالوا توسنا إمام والله قام مصايو محيل ولذلك حال داس واجب والير هدي اللي توسي وايو نكاس وادم بابي قفك كذا شيء جوج قفك إمام كده فاتح هذا قلب محيل فاتح هذا وأركني أركانت كميدة قفك ضوء قل ضوء صلاة جبيس سأزرع ديت إن لص حو فاتح هذا حال ذو ذا إني أصحان مشروع يا رنتاس هدو إمام كي استاكت فاتح هذا ده فاتح هذا حتى كيستاي كرتا ميل ورقاجول أهان كرا أما وأقل ذكرى ولفت كذا هايت كلو أبو ذكرى نعم ولذلك حالة الصحوة إن لا صحو حالة اللي ما تروح يتهي نين أما مو مهن مفصح كرا أذيقو أذي ظهرة تكوتي أما مغرب تكوتي أكتر مغرب لو تكنا صفكين والوجرة إمام كي وحقل ذي أذو بنانك جوكت مسيح كرتا نعم واسيح كرتا إذن شرط ماها إنه مأموم هذا قف قف بنانك جوجو حتى واسيح كرا حال داس وكلا إذن وإجرتا حالتك لو حيت هاي إن إذن ومهم كا إنه إمام كا
maamuumka oo u furo oo imaamkana oo tashuushi aan la gelinin, macnaha dad waxaa jira imaamku saxan ayaa dadka khaldaya mararka qaarkood oo maamuumka khaldanaan karo, xaaladaasna in la raaco ma ahan, saas yidhaahaa. Marka sheekha xaalooyinka kalama sheegina halkaas uu ku koobay, nacam. Laakiin waxaa xadiidkan wuxuu daliil u yahay inuu nebigu ubaye ku yiri calayhi salaatu wasalaam ku yiri abwaye manalatuka tahaa, maxaa igu furweysa aayaddii istaagta ku yiri, nacam. Alisticaadatu ilaahay in la magangalo, wataflu in la afuufo, fi salaadi salaada lidafci lwaswasati qofka waswaaska badan, dhinac bidax inuu acuudu billaahi min asharaarijim markuu yidhaahu ilaahay ka magangalo shaydaanka, oo markaasna uu dhinaca bidaxda uu yidhaahu dhinaca saas wax u afuufo oo waswasada si ugu tagto, ayadina waa soo aroortay. Wa qaala lahu cuhmaan ibna abincaas wuxuu ku yiri radiallahu canhu, nebigu wuxuu ku yiri yaa rasuullah rasuulka allow, ina shaydaana shaydaanka qad xaala, wuxuu u dhex galay baynii wa bayna salaatii wa qiraa'atii, qur-aanka iyo aayadihii akhrinaya iyo salaadii uu iga waswaasiyey shaydaanka, yalbisuhaa calaya, talbiis uu igaga sameynaya oo iska dhexdaraya. Fa qaala rasuulullahi sallallahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu ku yiri daaka shaydaanu yuqaal lahu qizbun, allah shaydaanka magaciis haduu sheegay nabigu calayhi salam oo dadka salaad ka waswaasiyey, qizbun ayaa la yidhaha, ee fa idaa axsastahu, haddaad dareentid oo aragtid inuu waswaaskaas ku galo, fatacawad billaahi minhu ilaahay ka magangal, acuudu billaahi dheh min ashaydaani dheh, watfil wax tufay ka dhig, calaa yasaarika dhinacaaga bidix salaasan saddex jeer. Qaal wuxuu yihi raawi cusmaan ibn abilcaas, fafacaltu dalika sidii uu nebiga ii sheegaa sameeyo, fa adhaba allahu canii, shaydaanka isku arkuna waswaaski dhan waa iga tegay. Marka dadka waswaaska badanne taasaa laga rabaa inay sameeyaan, saas u afuufaan. Sheekha markuu kasoo baxay qiraa'adi, masale kale oo galo arrukuucu oo gala, haddan axkaamtii rukuuci oo halkan uu ka sheekeynaya marka wuxuu leeyahay, uma kaana sal allahu calayhi wasalam, nabiga nabadgelin naxriis korkiisa ahaatee wuxuu ahaa idaa fariqa hadduu ka u dhammaystiro min alqiraa'ati qafaataxadii iyo aayaddii kale la akhrinaya markuu akhriyo, sakata saktatan waxyaru aamusaayo nabigu calayhi salatu wasalam, faatixada iyo suuraddu ku xigtay markuu dhammeeyay waxyaru aamusaayo, uma rafaca yadayhi gacnihiisa kor u qaadaayey, cala alwujuuhi almutaqadima si hore usoo sheegnay oo ah gacnaha markii la qaadayo sida dadka samica allahu sida ducada camal maahan ee waxaa la rabaa calaa cashaada banaanka inay jirto dhinaca wejiga, wejiga xagga usii jeedaa la rabaa, allahu bar sida takbiirta ixraamka uu ku sheegay sidaan usoo sheegno uu yiri fii takbiirat aliftitaaxi, markuu qofka salaadi xirinayso gacnaha kor ugu qaaday oo dhagahoos garbihiisa la simay ama dhagihiisa hoosta meesha usuulka la simay ayuu allahu akbar leh. Hadda rukuuc marki la aadaayo marka rafc lyadeynka dabcan inta jamhuur waay inta xanafiyi ma qabto, inta jamhuura qabto afarta mankaan oo gacmaha lagu rafaco ay ka mid tahay. Marka markuu hadda rukuuca aadaay gacnaha kor u qaada allahu akbar uu yidhaahda, nacam, wa kabbar waa takbiirsa wa rakac markaasuu rukuucay. Taas waa soo aroortay nabigu calayhi salatu wasalaam inuu markuu qofka faatixada iyo bisin ku xiga u dhameeyo intuu rukuucagayno gacnaha sidii samica allahu camal uu qaadaayo ama takbiirta ixraamkiisa usuu xirta camal u qaaday allahu akbar dhahay oo rukuucay ka bacdi, nacam. Wa amara waa amray nabiga calayhi salatu wasalam gacnahaas in la qaado bihimaa, labadaas gacna kor loo qaadane, almusi salaatuhu ninkii salaadiis ku cayaarayo amray uu ku yiri xadiidkii, faqaala lahu wuxuu ku yiri innahaa salaada laa tatimu salaada makaamila tatimu salaatu axadikum, innaha shanii laa tatimu kaamil ma naqanayso salaatu axadikum salaata axadikum midkiin salaadiisa xataa yasbuqa ilaa uu ka sugo alwuduu weysaqaadka kama amara allahu, waa soo dheeraad xadiidku waa dheeraa. Suma wuxuu yiri yukabbiru allaha inuu markaas ilaahay u takbiirso allahu akbar yidhaaho, wa bixamdihi ilaahi subxaanahu watacaala inuu ku xamd, wayaxmuduhu ilaahay inuu ku mahad celiyo, wayumajiduhu kabacdi ilaahay uu ammaano, wayaqra uu akhriya maa tayasara min alqur'aani, macnaha ducada istifsaaxa subxaanaka allah wabixamdika asha kaasa ilaahay ammaantiisa ah ducama wajahta wajhid, wayaqra uu akhriya kadib maa tayasara wixii u suqnaado oo min alqur'aan ah mima callamu llaha ilahay intuu ka baray, wa aadana lahu fiihi oo ilaahay u idmay, uma yukabbir waa takbiirsana wayarkac waa kana majida, fayadaca yadayhi calaa ragbatayhi labadiisa lugood oo jilbaha ku qabanayaa, xataa tatma'ina ilaa ay ka degto mafaasiluhu xubnihiisa watastarqii ee dabacdo. Xadiiski saasuu ahaa. Marka maxaa la shaahidku waxa weeye markuu qofka rukuucay lugaha gacnaha inuu labada gac inuu ku qabto labada jilbood oo ku sugnaado rukuuca usoo degdegin xataa sidii xubnihiisa kala baxyaasha mafaasilta macnaha markaas ay u dabcaan. sifatu rukuuc haddana sheekhu sharxay see loo rukuucaya,
وكان صلى الله عليه وسلم نبي النبي جل حريص كركي ساتي وحوها يضع مدقة كفيه لبديس قعمود على ركبتيه جلبيه زوك قبناي وكان وحوها يأمرهم بذلك أصحاب تنساسه أمره فعلهان وأسمي وان أمره وحوكو أمر به سيدوك الوحو أمر أيضا المسيء سلاته كما أمر أنفسه ورؤسه الشاقني ننكن وحو الركوع جلبها قبصه ساسو كويري وكان وحوها نبي عليه الصلاة والسلام يمكن من أصول جرنا يديه كعنه من ركبتيه كعنها سف يعني وقبنا معها إن لسك سهر معها طب أقول له هاي وقبنا وكأنه قابض عليهما وكان وكل شيء سو جلبها ساس وقبنا ده عوا مركي ركوع عين على عش جلبها سك سهر عين معها وحال ربا إني قبطان على ربا كان كأنه قابض عليها بل سو حلي هاي وكان وحوها النبي عليه الصلاة والسلام يفرج من كلج بين أصابعه مركات كعنت قبني سن أجرب قبني سفرها جها كلا بح بحسن هذا معنا فرها جوسكو عن طوبن قبنا جربك فرها كلا بحسن هذا ساس وليه وأمر به وحو أمره فرها إن لكلا ستسكيو المصي سلاتي نيك سلاتي كل لنا ساس وشيا فقال وحو كوير إذا ركعت هذا ركوع ذو فضع لك راحتك على عش هذا على ركبتيك لبدأ الجلبوت صار ثم كدي فرج كلا قاد بين أصابعك فرها كلا بحي ثم أمكث كن جو حتى يأخذ كل عضو ما أخذه إلا حب كست إكقاضته ماشي هذه إك استأكتو هسوبه بسين وماشي قضاه وكان صلى الله عليه وسلم نبي جنب تقول نحرس كركيس آهاته وحواه يجافي متكفوجي وينجي كل يحيى مرفقيه حصل ذي عن جنبيه عليه هاي حصل ذنا يا لقول دجين على وش هذا كل دجين أساس وكلب بحسن هذا قعنا هذا هكفوج هذا دين عاقل بضاعة دين عميدك بيدحذب هكفوج هذا أو حصل لذا هكل دجين قعنا جيسها هكل دجين وحوها نبع على مدي وجافي كلفوجينا وها حصل ذيس نعم وكان وحوها صلى الله عليه وسلم إذا ركع مركو ركوعنا بسط وحوتو سناي وسمي ظهره وحوتو سناي ظهره دبر كيسة وسواه وتوسيناي نبي عليه دبر كاغنا انه صح هوس وركوع لما ربو قرن انه سو جير لما ربو هوس ني فوراستيدو دبر كاغا انه سناد الربا ساس نبي عليه دبر كيس سنا حتى و هو كله راوي لو صب هذه عليه دي لو شوب الماء بيه دي لو شوب نبي غوس ركوع سن لاستقر بيها ميل نو ما ادين هورن مو دادين غدال نو ما دادين ماشي لو شوبي فدي لهاين ساس اولو جيدا معناها سؤسنا النبي عليه الصلاه والسلام وقال لموسى صلاتي ساس اشاغ النبي عليه الصلاه والسلام و هو كيري فاذا ركعت هذا ركوع جديد فاجعل كيل راحتيك لبدا على ركبتيك لبدا جبت وامدد ظهرك و يري دبرك انا توسي ومكن لركوعك اسق ركوعك ان حسقناده ومد فورار او هدي دبرك و خلا ساري كدادن اي هورو دعايان اما مد دبرك دي خلا ساري غداشي زي كدعايان اي نقنينه waxaa raa wixii la saaray inay ku nagaadaan meesha taas aan rabaa maxaa la sameeyna qorti maxay sameeyna markaas dhabarku waa garane wajigin maxuu sameeyna madaxi wuxuu leeyahay wakaana sallallahu alayhi wasallam nabiga nabad gina xaris kurkiis wuxuu aha la ya subbu rasuu magciisa nabiga alayhi salatu wasalam wuxuu leeyahay magciisa maraarici jirno hoos mu furaarsan jirno sabba hoos mu raarici jirno wala yaqna kornu maqad jirno yarfa oo macnaha in cirka fiirnaayna ma aheen meesha sujuuda أما ميشا كو ركوعي سافيري مركات تاغنتا ميش سجودا فيرني لكن مركات ركوعي سي ميش ركوعا غافيري هوستا ميش ركوعا افيرني سامعنا مدحنا مفورارني سدو ساس غدال اومغيلني سيدي نين لويس دخدود واخ كفيرناي غدال فيرناي ما نين كور او تاغا اني ميهدو مدخ او سيدي نين عرك واخ كفيرناي دد سو سوقد فيرنا ما ساسو مدخ او هايو النبي عليه الصلاه والسلام يصب راسه كان لا يصب راسنا هذا نو حلقه ربا ركني كلو او لغا ربا ركوع ما هيتاي وجوب الطمأنية في الركوع ركوع وحال ربع إن لقونا قاعدي إن سبحان ربع لو هر لك صوب بود ماه إن لقى له هذا لقى صوب بحماه وكان صلى الله عليه وسلم نبي قلنا بدقنا حريص كركي ساهته وحوها يطم إنكم متكو حسلا يكون نجانا في الركوع ركوع يكون نجانا وأمر به وحو أرن تحسن أمري الموصي سلاتي نك سلاتك عياري كما سلف أول الفصل مركه هر أصو شجنة ثم اطمئن وكل النبي عليه الصلاة والسلام وكان وحده جر يقول وحده جر النبي عليه الصلاة والسلام أتموا تاميال الركوع والسجود والركوع والسجود تاميال هسوب بوبسيز ما لحلوك هؤوسو قادن أما الركوع لقصها هؤوسو كعينه تاميال فوالذي نفسي بيدي هنكو دارتي إلهي قعنتي نفتي إذا قعنتي سكو جرت هنكو دارتي إني أنيقا وحوير نبع لا أراكواني أركيا من بعد ظهري قذا دور
dabarkay markaad rukuuciisiin sujuudiisa waa nii jeedaa nabi calayhi salatu wasalam. Idaa maa rakactum haddaa rukucdaan dhabarkayga niga arkaa, wa idaa maa sajudtin haddaa sujuudaanba an dhabarkayga niga arkaa. Nabigu calayhi salatu wasalam saasuu anaani arkaaye is ilaaliyo, macnaha nabigu arkaysa usoo salaada ku jiro min karaamaatihi kamid inuu arka dadka gadaashiis ku tukanahay. Nacam, laakiin dadka kalaata ma arki karaan. Waraa wuxuu arkay nabigu calayhi salatu wasalam rajulan, ninuu arkay asoo salaada ku jiro laa yutima rukuuc rukuucan si fiican u dhammaystiraynin, wayan qura uu naqri samaynayo fii sujuudihi, naqri waxaa layidhaha sida diiq oo kale, ag inuu madax kusii haddana madaxa ka qaada, waa aragtay digaaga dhulka markay wax ka qaataan, isla markay ka qaadaan haddana waa kasoo kacayaan, maba arkaysa markay dhulku madax kusii dhufanayaan afka gelinaya iyo markay kor usoo qaadeen daqiiqa buu udhexayso, naqri aa ladhaha, naqri diiq fii sujuudihi, wuu yusalli asoo tukanaa ninkii uu arkay. Faqaala wuxuu ku yidhi low maata haada, ninka hadduu saan ku dhigto calaa xaalihi haadihi, saan asoo tukanaya salaadan oo sidii digaagii camal madax kub kusiinayo kusoo qaqaadayo, haddii uu ku dhinto maata calaa kayri millati muxamed, taasu nabigu calayhi waliyaadu billah, wuxuu ku dhinto yiri millada diinta nabi maxamed kuma dhiman ninkaas, uu yiri yanquru salaatu kama yanquru lguraab, waa kan ama duka adama dhiigiso dhaqa dhulka uu qaadanayo. Mathalu aladii laa yatima, xadiiska wuxuu ahaa mathalu aladii laa yutima, ninka wuxuu lamid yahay mathalka ninka aan dhammaystirayni rukuucu rukuucaan dhammaystirayni, wayanquru fii sujuudihi, naqrigaas kubka siinaya sujuudu madaxa dhulku haynayni, misli jaa'icinin, baahin oo baahan uu laegyahu yiri, aladii yaakulu tamra, oo cunaya timir, watamrateyni labaab, laa yuqniyaana canhu shay, nin baahin oo hal timir la siiyo maxay ka tari, waxay gaaji kama goyso, saas camal uu yiri ninkan salaadiisa waxay u goyso malaba macnaheeda. Nacam, nacam. وقال أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة وحلق وري أسأل محجري نهاني قليلي وذاك يقرر أبو هريرة ممنوعا أن أنقر إن النقرية أو أن ببسي صلاة في صلاتي نقر الديكي وكان سيد ديك ديكي وكال ديك وكال كب 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 صلاة ناكسيو مدح مرنا كور أسوق هذا مرنا نقول كديكو ساس ما هنولو مركز وحكويل وإقرر أبو نبي عليه السلام وحكويل وأن وحكال وإقرر أبو أن ألتفت إن الملع صدو التفات الثعلبي ملع سيقى oo dawacado maxaa waay adigoo qof salaad ku jira arkaysa qof halkaas joogto ishi mirig 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 kusiinaya ha taas waa dabacada sacalabka ama dawacada focuska waa caadigiisa kamid tahay adoo madaxa qofka madaxa dhan ma leexinayo laakiin indhihii maantana meel kasta kusoo wareejina xadidaa la iltifaada la geeskaaga isha ku xaday iyo dhinaca kale ku xaday kaasaa layidhaa walidaalka xadidaa lagu yidhaa xadidaab lagu bilaabo xataa soomaalida wax la xaday leeyihiin wax tuugnimo e waa nacam walidaalka wuxuu leeyahay waxaa kaloo iga mamnuuciyday saddex shay uu sheegay inaan sidii diig oo kale aan salaada aan kub ka siinin iyo inaan milicsanin sidii isha laysku xabaayo sida dabacad oo kale ah iyo wuxuu yidhi waan aqcaaka ciqaa'i lqardi sida daanyeerku u fariisto kale oo sinti labada beri dhulka la dhigo lugahan lakala leexiyo taasna nabigu waa iga reebay uu yidhi wadaagii waa iga reebay nacam wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam aswa naasi sarqatan ninka ugu tuugunimo xun kan dadka tuugada ah kan ugu xun kee waa tuugada wuxuu yidhi alladii kii waay yasraqu min salaatii salaadiis wax ka xadaay waa kan hadda ilmicsanay waay salaada dhegdheg asoo ku jiro meelaha xala meelaha kale iska fiirsanay nacam ilmaheen waxaa laga yaabaa tvga in iska fiirsanay igoo salaada ku jiro oo ilmicsigaa salaada wax weyn u dhima nabigu wuxuu yidhi nin tuuga kan ugu xun waxxado waa kan salaadiis wax ka xadaay salaada ilahay u dhawaaleeda wax ka xadaysa nacam faqaaluu waxay ku yidhaaheen yaa rasuul llah rasuulka allow kayfa yasraqu min salaati qof salaadiisa xaday maa jira oo salaadiisa wax ka xaday qaala wuxuu yihi nabiga calayhi salatu wasalam kee waa kaas kii waa laa yatimu rukuucaha ka aan salaadee rukuuciisa aan dhammaystiraynin walaa sujuudaha aan sujuudeeda taamyeelin iyo rukuuca aan taamyeelin oo sidii diiq oo kale dhib kubka siinayo kaa salaadiisa wax ka xado nabiga calayhi salatu wasalam wa kaana nabiga calayhi salatu wasalam yusalli waa tukanaya falamixa bimuakhiri caynihi ilaa rajul wuxuu arkaa la yiri ishiisa gadaal wuxuu ka arkaa la yiri nin laa yaqiimu sulbuhu aan dhabarkiisa taageyn haddana markuu rukuuc markii lagu jiray oo si kale ufuwaraara u arkay oo dhabarka aan u toosneyn fi rukuuci wasujuuda faqaala wuxuu ku yiri insarif ka baxuu yiri qaala wuxuu ku yiri yaa macsha ka baxuu yiri falamaa insarafa dhahaa falamaa insarafa markuu salaada ka baxay nabigu isuu salaada ku jiro ishiisa gadaala qabda waxaan nayiri asagoo nabigu arkaay wax waa la tusay isaga oo arkay nin aan dhabarka u toosneyn oo rukuucsan oo arkay falamaa insarafa markuu salaada ka baxay wuxuu ku yiri qaal wuxuu yaa macshara muslimiin muslimiinay innahu shaanihi laa salaata salaad uma jirto ama salaad taam uma aha liman qofkii laa yuqiima sulbahu aan dhabarkiisa toosinin fi rukuuci iyo sujuud sujuudda iyo rukuuca ninka dhabarkiisa saas toos uga dhigin
وعلي النبي عليه الصلاة والسلام تستام أنو يري لا يتم. نعم. وقال في آخر في حديث آخر وعكوي النبي عليه الصلاة والسلام لا تجزي مقد ميسو صلاة الرجل إن صلاة قف مقد ميسو حتى يقيم إلا وكتوسيو ظهره دبر كيس في الركوع ركوع مركو كجر والسجود مركو سجود وكجره إنه دبر كيس توسيو أو عليه هاي ما هنا صلاة دي سم مقد ميسو النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب شيخ هل كان حقوق على مسألة كالأوه أذكارت الأخر لها صلاة وحق هذا يا أذكارت يوك هذا يا مركنا أذكار الركوع. وكان يقول صلى الله عليه وسلم وحده في هذا الركن أنواعا من الأذكار أذكار بدن هاي والأدعية يا أدعية بدن أو يكون دعي سنة يصور ركوع سنة ودعي سنجري أذكار بدن وقصور تتارة بهذا وتارة بهذا مرنا كانوا أخرناي مرنا كانوا أخرناي نو عليه الصلاة والسلام محاكم إذا مركل الركوع قال ليه سبحان ربي العظيم ثلاثا سدح جلنو يروك سوء رورتي النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أحيانا مرك قاركودنا يكررها أكثر من ذلك سدح إنك بضنو بقع العليناي وذلك حتى وسط فوق هذا بحيرهان وير وسدح سدح جرغف إنو يرى سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم إنو يرى وحانو إمان دون رواية كالأولي سبحان ربي العظيم وبحمده هذا ديدا لك وسوء رورتي لفتك. نعم نعم. وكان أما مرة قارقود وابك بدينا إلى الركوع قضاها لي الحديث وحنو إيمان دونتو أمر أن صوشي يقني ركوع النبي عليه السلام يستاجي قراءة ذي إسكو مدينة إهد معنى ركوع إنه قضاها الرب أدلو قضاها ضاها مع كينا مرك إن سبحان ربي العظيم كاس أتراهيد مرك ركوع أتي أبدي سيد وصدح كبدي سيد حد كوبضن إن سدح واي قارن وحيرين حد كودر حد ملحا لكن قفك صدو إمام يه يقفك مركو الصلاة الليل تكون على وكلا وكلا سارة مركا إمام تاي سدح مركب بدني معايا ضدك وحاكو جرد ضعيفة حاكو جرد ضد وحاكو جرد حاجة هايسو لكن مركا كلقة تكون يسد أما صلاة الليل تكون يسد اسكوت تسبيح واي حتى واد دعوي ناسو أروري. نعم. نبي مرن وديري جري وبالغ مرن ومرة في تكرارها في صلاة الليل صلاة الليل وكان واضح انتو ركوع يا اسكبت ندبو أصول صورة بقرة عمل أنت لقى آخر عمل أيوه هذا الركوع كجوري أنت صور البقرة الرجل لقى لما الركوع كجوري معناها النبي وبالغ وكحل إرادة مرة في تكرارها إنه كوع العلي سبحان ربي العظيم كاس في صلاة الليل حتى كان ركوعه قريبا من قيامه وكاس وكاود والير أنت استغنى ودوا أنت ركوعه وكان ويقرأ وآخرنا هي لير فيه سان صوش يقنا صلاة الليل كان صورة البقرة النساء العمران وآخرنا استاك واخرنا انت سو كلا دور ركوع سناد مخا يال مره وحبدن واخرنا يتقللها لكن و خو دخجلينا دعاء دعاء واستغفار استغفار استغفر الله استغفر الله و كدعي سنه سو ركوع سن كما سافق في صلاه الليل و كدعي سنه النبي عليه الصلاه والسلام و خا كلا كسو ارورت و كان و خا كسو ارورت سبحان ربي العظيم وبحمده شيخ و بكين و كان. نعم اوكي علم و خا دهي ساجرو ولذلك امام احمد و خا لغا هي و خا ادي سبحان ربي العظيم سبحان رب العظيم وبحمدك يا دهي وعود اني حمدي قاس مديدي كري لكن انا سبحان رب العظيم كاس كافسنا ونصوص تكسررت مرك نصوص كل وكسررت لفتكده او شيخ الالباني نفتي صحيحي وسبحان رب العظيم وبحمده. نعم. وحكى له يجري مركو ركوع سن يا سيده كلي صبوح قدوس رب الملائكه والروح وصارت يجري اسو ركوع سن عليه صبوح قدوس الهي نزها الهي بركه له ومبارك قدوس رب الملائكة ملائكة ربي قد والروح جبريل تاسم أصور صبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح وأصور أرورتي وأصور ركوع سن وحكى أصور أرورتي نقول يجري وقد عيسي جري ركوع سبحان الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم أغفر لي ساسم وبذجر وكان يكثر منه في ركوع وسجود سجود ساسم النبي وبذجر يتأول القرآن كأصور قرآن كأصور قادنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم أغفر لي سجود نوكو بذجر نبي عليه ركوع نوكو بذجر دعاء لهنا وكسا أرورتي نبي عليه الصلاة والسلام وحكى لك سو أرورتي إنو ليجر اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومقهي وعظمي وفي رواية وعظامي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين دعاء لهنا سو أرورتي إنو النبي عليه الصلاة والسلام ركوعك أخري اللهم إلهي لك أذيك ركعت كور ركوعي وبك أذيك آمنتك آمني ولك أذيك أسلمتك وهو قانسمي أنت ربي أذيك حتى ربي ييجا قشع وحقوق شوع لك سمعي مقلك يكوق شوعي وبصري يأرجي يكوق شوعي ومخي مسكح ذي ذا وعظمي إلى فهيجا أما عظامي إلى فهيجون وعصبي حذذي ذا كوق شوعين
وحا كو قشوعي وما استقلت وحي قارت اي قادي به قدمي وحي لوهي سو قادان وكو قشوعين لله رب العالمين اسوغنا ذي الهي اذيك كو سوغنا رب العالمين كان دعاء سوى كسو أرورت دعاء كلا كسو أرورت النبي عليه السلام ركوع وكدعاء اسمها كم إذا وعيد اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي قشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين ويقول النبي عليه السلام دعاء سوى كسو أرورت تيه أرورت لمتها وحيري وكدوان تاسي قضى اللهم إلهي ولك ركعت أذاك ركوعي وبك آمنت أذاك آمني ولك أسلمت أنت سوى أسكاك مديهين لك حلو سو درتن وعليك توكلت اذاك تلا سارتي انت ربي اديك ربي قشع سمعي سمعي وقشوعي وحو قشوعي سمعي وقشوعي وبصري اندهي وقشوعين ودمي ديغي وقشوعي ولحمي هلبكي وقشوعي وعظمي لفتيدا لفهي وقشوعي وعصبي عصي حددي وقشوعي اي وقشوعين لله وقشوعين الهي رب العالمين اها وقشوعين ساس ونعم وحكى لك سو أرورت إنه النبي كد عيسي ركوع ويري سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة نوك سو أرورت إنه يري سبحان وحان سهان ذي الجبروت إلهي حوك صاحبك هاي وقاهر كاها والملكوت الملك قولن أسأل لها والكبرياء يسلوينك والعظمة يسلوين نورن إلهي أسقناتي كان دعاء لك حليل صلاة الليل وهذا قاله في صلاة الليل والنبي عليه الصلاة والسلام وصور ركوع صنع الله قم بغلو رهيو سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وكسورتنا إطالة الركوع ركوع للأيري وانكسور شيك نهدائي وكان صلى الله عليه وسلم وهو النبي عليه الصلاة والسلام نعم يجعل متك يلا ركوعه ركوع نانتيسة يو عليه وقيامه استغنانتي سمي بعد الركوع وسمع الله وصو استاغو ركوع كذب وسجودي سجودي وجلسته فديس بين سيدتين لبدا فدي ودخايسو قريبا من سواء واسكو دوانو اسكو ميد انتو تاغناي وركوع سناي انتو ركوع سناي ودر سمع الله دا او تاغنا مركو ركوع سجود سيده كل انتو كلا ساس اي نبي صلاه ديسا واسلا و 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 واسلا السند ومعنى هذا نعم النهي عن قراءة القرآن في الركوع وحام نبي وحور ريب القرآن اللغو أخري ركوعي سجود بقرآن اللغو أخري وعلى الرابي نبي عليه الصلاة والسلام وعلى الرابي حديث كان مرك شيخ وقال الله يأساق عليا وكان وحوها ينهى مدنك الرابع عن قراءة القرآن قرآن كي اللغو أخري في الركوع والسجود نبي إنا قرآن أدو جوغ قرآن كي وحي الدعاه واقتباسه ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة نفتي القرآن واي ربنا إنا ظلمنا أنفسنا قرآن واي وعاد أن لك وحي اكتباس الدعاها أسوقة مرديدا وكو دعي سكرت أكواه لكو حال ديد آية أما صورة لن إنا كو أقرسيد أدور كورسا أما أذيقو سجود ساسل لجيدا نعم وعليا هاي وحو نقرر يا بنبي عليه الصلاة والسلام إنا قرآن كو أقرينا ونقو ركوعسا سجود وكان يقول حدي جري ألا هو ياي وإني نهيت وحان ريبي وحال يقرأ بلا أن أقرأ القرآن قرآن كنا أخريو راكعا أنو ركوع سن أو ساجدا أمنو سجود سن لا يقرأ بي فأما الركوع وحو النبي عليه الصلاة ركوعا فعظم ويني فيه الرب إلهي كويني سبحان رب العظيم لها إلهي كويني وأما السجود مسجودنا فاجتهدو كددالة في الدعاء دعاء انت ربطان كددالة فقمنا أن يستجاب وحامدنتهين أن يستجاب لكم وحامدنتهين فقمنا قمنا إن أتلاهد ميم فتح كسر إن أكدكت وقصو أرورتي نعم وحمدنتهين أن يستجاب لكم سجودنا كدو عيست ليرايا وإلهكم بريا ساسوا نعم نعم هل كان محايل لسكوي دينا أفصو مال من كدو عيست كرائي سؤالها سوء قلع نيتك أخري علماء بنا يسوا جرين أفصو مال حتى كدو عيست كرتا لكن سلاة ما دام يقشوع لاذا نحاوناك إن نيت قفك مسكح دينو قلقر لقو أسو أفكر غاجنين أفصو مالك أوضل دلا مركز وحو كدو عيست كرا أفصو مالك كدو عيستنا الاعتدال شيخ وحوق له الاعتدال من وحوق له ركوعي ركوعي لك سوق وسوق وقال هذا ركوع عمرك لك سوق لك سوق ان هلكاس اسكا جوجينا مرا 4 دقيقة وان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.